قبل أن يدخل إلى الحمام يقول بسم الله. سمنا مصحاني بجا بسم الله يبوها. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء. طانا اسم دعاء جئة. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول. صحانم ديج يساق وسما جمجة صحة. يقدم الرجل اليمنى عند الخروج. قصص جم دي يساق ويجمجة قصص. يقول غفرانك. يقول هذا الدعاء. طانا اسم دعاء غفرانك جئة. لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله، يعني لا يدخل بالمصحف بكتب العلم. سونا مصحة خنوم زقرم يصر تتخاو أغمى ساسم بابشا مصحف أو أود زقر. لا يتكلم بالأذكار بالقرآن. سونا مصحة نوج أذكار مشش قرآن مشش زيجي أخنوم. لابد أن يستتر عن أعين الناس، يعني لا يأتي الحاجة والناس تراه. يأخذ في غجنه يوجي حاما يتطلن هو يتخم قام شغنه.